شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم مقطع جديد. انا موجود من قناه حسان وعائلته. اليوم الفيديو قررنا نطلع للمول بمناسبه عيد ميلادي. وهذا لبسي. طبعا انا كلش متحمسه لهاي الطلعه، وصار عمري 14، العمر كله يا ربي. وهسه خليكم ويانا، بس احنا بالطريق، مو بالطريق بدنا نمشي. متحمسين. وهسه جينا المول وصلنا. وهسه وصلنا طابق الالعاب.
هلا ونوشة. وينهم؟ باي باي. ابقوا حسان ابقوا. ابقوا معلقين خطي. باي باي.
وهسه طلبنا الأكل. وين طلبت هذا الكريب؟ مكان كيف كمان عيد ميلادي؟ راح اراكم الاشياء اللي اشتريتها. اول شيء هذا التيشيرت، انا احب هذا الموديل كلش. ثاني شيء هاي احنا نسميه سويتر، هذا
وثالث شيء هاي القمصلة. طبعا هي كلش حلوة باللبس، احلى من التصوير واحلى بالواقع من التصوير. وبس واشترينا هاي الحلويات. طبعا كل ما رجعت للبيت راتكم وياه. وبس هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل الجرس. باي باي.